الخياطة مش صعبة أبدا، الخياطة سهلة ممتعة، بتفرغ طاقتك. الخياطة مهمة ولكن لازم يكون عندك إرادة، لازم تكوني جادة في التعامل والتعلم، ولازم أهم حاجة تحددي أهدافك. أنا عايزة أتعلم الخياطة ليه؟ أنا عايزة أتعلم الخياطة علشان أوفر لبيتي، عايزة أتعلم الخياطة عشان أعمل حاجات حلوة لولادي لأن اللي في السوق مش عاجبني، عايزة أتعلم الخياطة عشان يكون ليا دخل وأعمل مشروع. كل دي أسباب هتساعدك تتعلمي الخياطة. تابعونا في الفيديوهات القادمة، في فيديوهات كتير جدا عشان تتعلمي الخياطة، وما تنسوش تشتركوا في قنواتنا على اليوتيوب الخياطة أسهل مع أم عبد الرحمن وخياطة وإعادة تدوير، وكمان صفحتنا على الفيسبوك الخياطة أسهل مع أم عبد الرحمن، وإن شاء الله دايما الخياطة تكون أسهل وأبسط وأجمل مع أم عبد الرحمن. بشكركم جدا جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.